اللهم يا رب العالمين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم إني أسألك من هذه البقعة الطاهرة المباركة أن ترحم إخواننا الذين قضوا في زلزال سوريا وتركيا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم تجاوز عن زلاتهم، اللهم اجعل هذا الزلزال مكفرات لذنوبهم، اللهم وسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم، اللهم ارحمهم رحمة واسعة وتقبلهم في الصالحين يا رب العالمين. اللهم أنقذ من بقي منهم تحت الركام، اللهم أنقذهم، اللهم أخرجهم من الركام سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اشف من نجا منهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم يا رب يا ربنا، وكن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وأكرمهم ولا تهنهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بكلائك، اللهم عافهم واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد، اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم اشف كل مريض ورد كل طريق، اللهم رد كل طريق واشف كل مريض. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى حضيرة المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى حضيرة المسلمين، وطهره من أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين، ارحمهم رحمة واسعة. اللهم اغفر لهم ذنوبهم واستر عيوبهم ونور قلوبهم واشرح صدورهم. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم تجاوز عن زلاتنا، اللهم تجاوز عن زلاتنا، اللهم استر على نسائنا وبناتنا يا رب العالمين، وردهن إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألبسهم لباس الستر والعفاف، اللهم ألبسهم لباس الستر والعفاف، اللهم أعدهم إلى دينك عودا جميلا صادقا. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في العمل، وتقبلنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.